سعيد جدا بهذه المقابلة، ومرحبا بكم في مدينة المرج وفي نادي المروج. أستاذ أشرف، طبعا يعني تنشئتي لا تختلف عن تنشئة أي واحد من أبناء هذه المدينة، وإن كنت ولدت بمدينة بنغازي بمنطقة رأس عبيدة بحكم أن الوالد رحمة الله عليه الحاج محمد سعد الحاسي كان جنديا في القوات المسلحة بكتيبة إدريس، وكان يتنقل من مدينة إلى أخرى، فتشاء ظروف أن في إحدى هذه التنقلات أنا ولدت بمدينة بنغازي، ولكن الأسرة كانت موجودة بمدينة المرج في حي ضحايا الحرية، حي بياكاوا المعروف في مدينة المرج. بالتأكيد التنشئة الأولى في هذا الحي، يعني أنا لمست الحياة ولمست الناس وتعرفت على المكونات والتكوينات المختلفة في حي فياكاوا، وهو باللغة الإيطالية تعني شارع المحجر أو شارع مقطع الحجر، باعتبار أن هذا الشارع يؤدي إلى المكان الذي كان يعدم فيه المجاهدين بالقرب من الجبل، فلذلك يقال فيا يعني شارع كاوا. الكاوا هو المكان اللي كان محدد لإقامة الإعدامات للمجاهدين والمعارضين للسلطات الإيطالية والاحتلال الإيطالي. نحن عشنا في هذا الحي، عائلة كادحة متوسطة، الوالد بعد أن فك من القوات المسلحة أصبح موظفا في البريد، وكان على درجة من الثقافة. يعني إذا كنت أنا أرى نفسي في هذا المشهد الثقافي، فالفضل يعود إلى والدي الذي أراه أنه هو الذي فتح عيوني الأولى على المشهد الثقافي. كان يقتني المجلات، على رأس مجلة العربي والمجلات المصرية، كان دائما كثيرا ما يتأبط مجلتين، لابد أن يكون في البيت مجلات. بالتالي نحن عشقنا هذا الجو الذي كان يعيش فيه الوالد، جو المجلات، وكان سكان مدينة المرج أو أهالي مدينة المرج كلهم مثقفين، يعني يمتازون بالثقافة حتى وين قل مستواهم العلمي. يعني والدي كان لا يتجاوز الشهادة الابتدائية، يعني كان في الصف الخامس تحديدا تقريبا، حتى الابتدائية لم يتحصل عليها، ولكن كان ثقافته طيبة ومميزة، ثقافة الراديو، ثقافة الخيال، السينما، إلى جانب ثقافة الحوار أيضا. الحوار يخلق ثقافة، الحوار مع الشخصيات المختلفة. مدينة المرج امتازت، وسنتحدث عنها لاحقا، نعود إلى التنشئة. البدايات كانت من خلال المسجد، وكان في حي ضحايا الحرية فياكاوا كان مسجد الحمروش أو جامع الحمروش، نعرفه جامع الحمروش، تأسس تقريبا في عام 54 أو 55 هذا المسجد، نسبة إلى الشخص الذي قام بإنشائه هو الحاج عبد السلام الحمروش، الذي كان يمتلك تلك المساحة من الأرض أو الأراضي أو المزارع اللي يقع فيه الحي. وبالتالي لابد أن نكون متوجهين في المسجد نحن، يعني قبل الدراسة وحتى عندما تبدأ العطلة الصيفية لابد أن نكون نحن في المسجد ضروري، يعني لابد أن تكون عندنا مساحاتنا من القرآن الكريم. فحفظنا ما يتيسر من الذكر الحكيم، ولكن ساهم هذا التكوين في 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 إثرائنا اللغوي، يعني تحسنت لغتنا العربية كتابة وقراءة. عندما أصبحنا على مقاعد الدراسة كنا نكتب جيدا يعني. والفضل هذا يعود للفقيه الله يرحمه سي علي الساحلي رحمة الله عليه، هذا كان فقيه المسجد، نترحم عليه في هذا اليوم، سي علي الساحلي من منطقة تقريبا الخمس أعتقد أو زديتن. هذا الرجل يعني له فضل كبير على الكثير من أبناء هذا الحي، يعني الأجيال اللي قبلنا والأجيال اللي نحن جينا فيها متواجدين في هذا المسجد. الخطوة الأولى في الدراسة كانت في مدرسة اللي أنا تذكرها، مدرسة حرية، وهي كانت في بيت عيت الطيرة، يعني كانت الدولة تؤجر البيوت اللي تحول إلى مدارس. بيت الطيرة هذا كان فيه مدرسة ابتدائية أقل حتى من مسلسة ابتدائي، من أولى عند رابعة أنا درست فيها هذه الأربع سنوات. سنة أولى ابتدائي كان اللي درسني هو الأستاذ الله يذكره بالخير، الأستاذ بشير بوكر، اللي نتمنى له الصحة والعافية طول العمر. أستاذ بشير بوكر
هذا الرجل درسنا سنة أولى ابتدائي، وفي نفس الوقت كان دائما متواجد معنا في مواضيع النشاط، ما نعرفش نشاط نحن، ولكن دائما طيلة الأربع سنوات حتى السنوات اللاحقة ما درس علينا الأستاذ بشير، درسوا علينا مدرسين آخرين نذكرهم بالخير، خاف ننسى واحد منهم، منهم الأستاذ سعد عريم سنة ثانية، الأستاذ سعد الأستاذ سعد السنفاز رحمة الله عليه، الأستاذ عيسى عبد الله الشلماني عيسى الدولي رحمة الله عليه، الأستاذ محمد زيدان يعني له فضل كبير حتى هو باعتباره كان يدرس فينا مادة الاجتماعيات وحببنا لهذه المادة، وبالتالي نحن اخترنا هذا الطريق كان يدرس فيها في سنة ثالثة ابتدائي. الأستاذ بشير كان دائما هو مدرس النشاط في المدرسة، يعني تحفيظ الأناشيد، النشيد الوطني كان بالتأكيد كل الأناشيد نحفظهن. في فترة سابقة قبل ثورة سبتمبر كنا نذهب ل يعني في لحظات استقبال الملك إدريس وهو مر على المدينة عند مفترق الطرق يقولوا له البلوك، فنمشي مترجلين ذلك المكان نرتدي العلم الاستقلال، يعني ملابسنا الأسود والأحمر والأخضر، وبالتالي نستقبل الملك اللي هو كان مر ويشير بيده. الأستاذ بشير له فضل كبير في تنمية الحس الفني الموسيقي إلى حد ما. انتقلت بعد ذلك إلى المرج إلى نفس المرج القديم، درسنا في مدرسة النهضة اللي كانت ملعب البلدي في مدينة المرج، وأيضا كوكبة كبيرة من المدرسين، يعني كثير من المدرسين، وجاءونا حتى المدرسين الوافدين من مصر الشقيقة ومن فلسطين الفلسطينيين، وبالتالي لهم بصمات كبيرة علينا نحن، فكنا مشدودين دائما إلى اللغة العربية وإلى مادة الاجتماعيات، يعني دائما في هذا الاتجاه، يعني كنا بفضل الله دائما تأتينا يعني الأساتذة الأجلاء الكرام المتميزين في مجال اللغة العربية، كان يعني جلب المدرسين كان وفق معايير جيدة في وزارة التربية والتعليم في ذلك العصر، وبالتالي نحن يعني نقول أن كانت لحظات جميلة تلك اللحظات التي استفدنا من هؤلاء الأساتذة الأفاضل، من منهم على قيد الحياة نتمنى له العمر المديد، ومن هو في ذمة الله نترحم على ذكره في هذا اليوم. نتذكر أن الدروس اللي من ضمنهن مادة النصوص كانت فيها مسرحيات شعرية، فكان نحن نشخص هذه المسرحيات تشخيص، يعني مدرس اللغة العربية كان يشخص لنا يوزع الشخصيات علينا لداخل هذه الدروس في خمسة ابتدائي أظن سادسة ابتدائي أولى إعدادي وهكذا، فكنا نحن نمثل داخل الفصل حتى نحفظ هذه القصائد أو هذه الحوارات اللي ما بين الشخصيات المرسومة، وعادة دائما في ملحق في النصوص أو في القراءة والمطالعة، مش عارف تو موجود ولا لا، كان موجود في هذا الشيء، هذا يعني أعطى لنا إثراء في هذا المجال. أيضا جدت علينا مادة جديدة، مادة الموسيقى التربية الموسيقية، الأستاذ طاهر من مصر هذا درسنا مادة الموسيقى وعرفنا الدو ري مي فا صولا سي، وبالتالي عرفنا الموسيقى، أصبح يعني ننجذب إلى المسرح يعني ننجذب إلى الموسيقى، توزعنا أنفسنا بين هذه الاتجاهات، كانت هناك المعارض المدرسية والأنشطة اللي بين المدارس، نعمل المعارض المدرسية في فصولنا، أيضا لا ننسى مدرسي التربية الفنية الأستاذ منصور زريدي الأستاذ رفعت من مصر اللي هم بصمتهم أيضا في هذا المجال، يعني حاولنا ننجذب إلى الرسم، إن كنت أنا لا أجيد الرسم ولكن في تلك الفترة كنت نحب هذه المادة، هذه المواد النشاط مواد الموسيقى ومادة الرسم، إلى أن جاءت الإذاعة المدرسية، يعني جديدة علينا الإذاعة المدرسية، ركبوا الإذاعة المدرسية في المدرسة مدرسة النهضة اللي كان مديرها الأستاذ رحمة الله عليه علي الشرفي، علي ميلاد الشرفي كان مدير المدرسة، وكان نائبه الأستاذ محمد طيب الشيخي رحمة الله عليه، أيضا كان الأستاذ علي بوزين موجود في المدرسة، ومجموعة من الإداريين احنا ما نعرفهمش صغيرين، لكن بعدين عرفنا أنه في هذه المدرسة كان رائدنا رائد فصلنا هو مدرس اللغة الإنجليزية رحمة الله عليه الأستاذ عبد الحميد الصادق، الأستاذ عبد الحميد الصادق هو رائد الفصل، وبالتالي الإذاعة المدرسية تتوزع على الفصول كل يوم يتولاها فصل وتعاود من جديد، فأنا كثيرا ما يكلف فيها بكلمة الصباح رحمة الله عليه الأستاذ عبد الحميد، وأيضا نشرة الأخبار، فهذا علم جديد و مش تطوعا ولكن يحاول يقنعنا بأن هذا الكائن الجديد لابد أن نتجانس مع هذه الإذاعة، فبالتالي ندخل ونعطي نشرة الأخبار وكلمة الصباح وحكمة اليوم والنشرة الفكاهية وكل ما
ما هو موجود في هذه المساحة الإذاعية اللي كانت متوفرة لنا، بالتالي هذا احتكاك جديد علينا، وممكن يكون في الكلام هذا في عام 72 73 في الصف الثاني إعدادي تقريبا، أو الأول إعدادي، أول إعدادي. وبعد ذلك الشهادة الإعدادية كانت في مدرسة المرج المركزية، درست مدرسة المرج المركزية، قال مدرسة المرج المركزية درست فيها الشهادة الإعدادية. طبعا ربما ما ساهمتش في 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 موضوع المرج المركزية لأني كنت ضيف على الطلبة، فبالتالي درست فيها السنة الواحدة فقط باعتبار، ولكن كانت فيها فرقة موسيقية، فيها أستاذ موسيقى أيضا كان مركز على التنمية التربية الموسيقية، الأستاذ إبراهيم الخليل، له بصمته في مدينة المرج الأستاذ إبراهيم الخليل، وأسس فرقة موسيقية، حتى أن كان النشيد الوطني كان يتم إحياء حي النشيد الوطني، يعني كنا نحن نقف للنشيد الوطني في فناء المدرسة، تقف أمامنا الفرقة الموسيقية وكل واحد على آلته، وحتى ما نسقطش في مصيدة نسيان الأسماء، كل يعني كلهم زملائنا في ثالث إعدادي أو في ثاني إعدادي كلهم كانوا يعزفوا في النشيد الوطني حيا، يعني ما كانش عن طريق صوت، وكان يرفع العلم أيضا في نفس التوقيت، فالحس الموسيقي كنا مشبعين به، سواء نقلتنا المرج مدرسة النهضة في المرج القديم أو في مدرسة المرج المركزية. النقلة الأخرى كانت بعد فترة إلى معهد المعلمين في بنغازي، أو قبلها ممكن نمشي لمسرح المرج باعتبار استقطبنا مسرح المرج. مسرح المرج في 76 تقريبا على ما أظن 76 كان موجود في مدرسة المرج المركزية، يعني مقره كان في مدرسة المركزية قبل أن ينتقل المرج المركزية اللي هو مسرح جمال عبد الناصر الآن في كلية الآداب والعلوم. تأسس مسرح المرج في البيرغو موديرنو في فندق المرج القديم اللي هو فندق العصري، أول ما تأسس في ذلك المكان انتقل بعد ذلك لمبنى البريد، قعد فيها فترة سنة سنتين، وتأسست فرقة مسرح المرج. هذه كان نقلة باش نتحدث عن المشهد الثقافي وتكوين المشهد الثقافي الليبي المرجوي. انتقل بعد ذلك إلى حطت بي رحالي في مدرسة المرج المركزية، فنحن كنا نتردد مع المدرسة، وكانت هذه المدرسة تستقبل حتى في ضيوف مدينة المرج اللي جوا لزيارة مشروع الجبل الأخضر بصحبة المرحوم بشير جودة، فكنا نحن دائما نصطف لهؤلاء الضيوف، الرئيس الإكسيكوسيجن، رئيس وزراء روسيا في هذاك الوقت أو الاتحاد السوفيتي، شخصيات جاك شيراك، مش عمان كذا كذا، دائما يعني المرج هي قبلة أنظار هؤلاء رؤساء الدول دائما أو رؤساء الوزارات. فاستقطبنا المسرح وبدينا نتردد على المسرح حتى في العشية، وكان أمامنا الأستاذ الفاضل علي ناصر اللي له فضل كبير في تأسيس مسرح المرج، لا ينكر هذا الفضل، هو وأيضا المجموعة اللي كانت معه اللي أسست معها المسرح، شخصيات كبيرة في مسرح المرج. فبالتالي دخلنا انضمينا للمسرح، واستفدنا من وجودنا في المسرح في ان صقل لغتنا العربيه، بدينا نادوا في الاعمال العالميه والاعمال العربيه في ادوار الكومبارس، الادوار الثانويه، حتى صعدنا الى ادوار البطوله. اذا كان بنذكر اسماء مسرحيات ممكن نذكر اسماء مسرحيات، مسرحيه محمد المغوط المهرج، مسرحيه فجر كالرعد، يعني هذه كانت بطولتي فجر كالرعد، ومعي مجموعه، وكانت تحدث عن الصراع الليبي الامريكي في القرن التاسع عشر، الصراع البحري في عهد الدوله القرمليه، وعرضت في بنغازي في المهرجان الوطني الثالث في عام 82. مسرحيه العرب شالت، حتى هي مسرحيه في اطار الكوميديا السوداء، تتحدث عن الانقسام العربي ومحاولة الوحدة العربية ودعوة العرب لتوحيد الصف، وكانت عندي شخصية رئيسية في هذا العمل، وإلى جانب شخصيات أخرى، يعني أنا عبارة عن ريشة من جناح، يعني في وسط الكوكبة الطيبة من الأسماء، حتى ما نبيش ننسى حد منهم، يعني في كل هذه الأمور ربما سأتحدث عنهم لاحقا في المشهد الثقافي بالتفصيل. بعد ذلك بالتوازي مع هذا الموضوع، أنا كانت دراستي في معهد المعلمين في بنغازي، معهد ناصر المعلمين، أيضا كان هناك حراك مسرحي طيب. نذكر من ضمن الطلبة اللي كان زملائي في الدراسة الأستاذ عطية باني الإذاعي المعروف، وفنان مسرحي قبل أن يكون إذاعي، وتأسست فرقة، هي تأسيس لي أو استئناف لفرق تتأسس في المسرح، يعني أكيد في جهود سابقة. طبعا معهد ناصر يعود إلى خمسينيات القرن الماضي،
ولكن احنا جينا في 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 سبعينيات اواخر سبعينيات القرن الماضي، فبالتالي انخرطنا في هذا المجال او تم استقطابنا بفضل تشجيع مدير المعهد، يقولوا له عميد المعهد الاستاذ الفاضل عبد العزيز زواوة رحمه الله عليه، وهذا من الدفعه الاولى من خريجي الكلية الاداب على مستوى ليبيا والجامعه الليبيه، يعني كان من رفاق الاستاذ عبد الله حيدر والاستاذ سعاد الترهوني والاستاذ عبد الحميد الطيار اللي هم من مرج خريجي الدفعه الاولى من الجامعه، وكان مشجع لنا داعم لنا، وبدينا بنشاركه في النشاط المدرسي على مستوى منطقه بنغازي، وبالتالي دائما معهد ناصر دائما متواجد في الساحه يعني نشيط في هذا الموضوع. ايضا حتى مسرح المرج كان عنده اعمال دراميه تلفزيونيه شاركنا فيها، كان لنا وضع في هذه الاعمال الدراميه، منها عامل سهره اسمها الزحام ناقص واحد للاستاذ عياد مكين نمسي عليه في هذا المساء المخرج بتاعها، عمل اخر بعنوان سدينا ايضا من اخراج المخرج محمد الغرياني رحمه الله عليه، العمل اخر بعنوان لقدار رباعيه سدينا ثلاثيه. لقدار رباعيه تم تنفيذها في منطقه المهدي، يعني من ضمن الاعمال البدويه، تاليف ابراهيم الخمسي الفنان الكبير ابراهيم الخمسي واخراج الفنان فرج المذبل، الى جانب شخصيات من مدينه مرج عدد كبير منهم، بطولة الأستاذ سالم القصبي رحمة الله عليه، الأستاذ رافع النجم، ومجموعة كبيرة يعني من مدينة المرج. الأستاذ علي ناصر طبعا متواجد في بالتأكيد في وراء هذه الأعمال، أعمال أخرى أنا ربما ما شاركش فيه لكن كنت قريب منهم، زي عمل اسمها أم الخير، يجسد يتحدث عن ليبيا اللي هي أم الخير وأبنائها و ما تقوم به بالتضحية في سبيل الوطن، هذا من إعداد أو من تأليف الأستاذ علي ناصر، تأليف وسيناريو الأستاذ علي ناصر، والأستاذ سالم مقصب يشارك أيضا في التأليف وإخراج الأستاذ عياد مكين. الحقيقة الأستاذ عياد مكين له فضل كبير في مدينة المرج، يعني أخذ بيد مسرح المرج وكانت له وقفته الطيبة دائما، واستقطب أبناء المرج إلى الإذاعة، واصبح هناك انفتاح على الاذاعه الليبيه والتلفزيون الليبي، حتى المسرح انتقل الى مساحات اكبر من اطاره المحدود اللي هو العروض في المهرجانات او العروض امام الجمهور او امام المتلقي. نحن شاهدين على هذه الفتره التاريخيه وهذه الحقبه التاريخيه، وكلها في اواخر السبعينيات اوائل الثمانينات، كل هذا الكلام اللي نحكي فيه. النقله الاخرى اللي ربما اخذت مني مساحه، انا تم تاسيس حتى فرقه شاركت فيها، فرقه اسمها مسرح المدينه، قدمت مجموعه اعمال يعني فيها الاستاذ عبد العزيز يونيس، الاستاذ سالم عبد القادر. هذه الفرقه اسمها مسرح المدينه، في 85 تاسست هذه الفرقه، استمرت 10 سنوات، قدمت مجموعه اعمال، شاركت ايضا في مهرجانات، اعمالها وين غابت حواء، تاليف الاستاذ عبد العزيز يونيس، واخراج ايضا تقريبا عبد العزيز او ابراهيم منيس، باب المزرعه، خروج عن دائره الصمت، تاليف رضوان حداد، وهذا عمل عن نص مغربي، واحد اسمه رضوان حداد وكاتب مغربي، واعداد عبد العزيز منيس واخراج سالم عبد القادر، حتى ما ننساش الاسماء لاني قربت من المسرحيه هذه، وهذه عرضت في طرابلس، وفي عروض عرضت في درنا، في عروض عرضت في بنغازي، يعني المحطات الثلاثه دائما المرج متواجد فيه، سواء مسرح المدينة اللي جاء لاحقا أو مسرح المرج، وبعدين طبعا مسرح المدينة اندمج فيما بعد في مسرح المرج من أجل توحيد الجهود والإمكانيات وإلى آخره، الظروف ما كانت تساعد على استمرارية المسرح. النقلة الأخرى أو بالتوازي معها كانت نقدر نقول الصحافة، مشاركات المهرجانية سواء في طرابلس، يعني فاتنا طبعا مهرجان اللي هو المهرجان الثاني، المرج شاركت منذ المهرجان الثاني، المهرجان الأول كان في 71 كانت مشاركة حضورية فقط، يعني حضروا أعضاء مسرح المرج فقط للمهرجان في طرابلس، أول مهرجان في تاريخ ليبيا كان في 71. 72 كانت مسرحية الدم دائما أحمر تأليف الأستاذ علي ناصر وإخراج أيضا الأستاذ علي ناصر، وهذه فازوا بها اعتقد بالترتيب الثاني كاحسن ممثل المرحوم فتح السنوسي، يعني خذ الترتيب الثاني، اعتقد الفنان فتحي كحلول تقريبا خذ الترتيب الاول كممثل في 73، وخذت شهاده تقدير تقريبا شكر على هذا العمل، عمل انساني يتحدث عن حادث سياره وتبعات هذا الحادث.
اللي هو دم دائما أحمر تحول فيما بعد إلى مسلسل تم تلفزته، أصبح مسلسل تلفزيوني اللي هو بيحمل عنوان ناجي، مسلسل ناجي، واللي أدى دور الكفيف بدل المرحوم مفتاح السنوسي هو الفنان عبد السيد آدم، أدى دور الكفيف، وإلى جانب شخصيات أخرى من الأستاذ إبراهيم منير، الأستاذ أحمد التحيلي، الفنانة حميدة رحيل. يعني أنا نخاف نخش في الأسامي نريح بكر يعني، فما مش قدامي باش نذكرهم، ولكن اللي يجي قدامي حتى كان نسيت نذكر في مرحلة لاحقة. مهرجان طرابلس هذا اللي هو عمل دم دائما أحمر، المهرجان الأخرى في بنغازي اللي بدينا فيه، في المهرجان الثالث اللي قلنا مسرحية فجر كرعد، هذا عمل تاريخي في الحقبة القرملية، يعني حتى الملابس كانت ملابس ذلك العصر، ملابس الليبية اللي تواكب ذلك العصر، وملابس الأمريكية القباطنة الأمريكان، وقصة أسر الباخرة السفينة فيلا دلفيا عام 1801، وهذه اللي هي جسدت بعدين كعمل مأخوذ مقتبس من فجر كرعد اللي هو حرب السنوات الأربعة، يعني كان مقتبس جدا، لأن فجر كرعد كان أسبق من العمل اللي قدمه داود شيخاني اللي هو حرب السنوات الأربعة فيما بعد، اللي عمل تلفزيوني. طبعا التلفزيون دائما يغزو البيوت أكثر من المسرحيات، المسرح حدودها إلا إذا كان تم تلفزته ممكن ينتقل، لكن لما يعرض يموت في لحظة، عرض عرضين ويختفي المسرحية. فهذا في المهرجان الثالث في 82 في بنغازي، وهذا مهرجان تم توزيعه بين مدينتين، يعني المنطقة الغربية تعرض في طرابلس، المنطقة الشرقية تعرض في بنغازي، من قبل العروض كانوا يكونوا في طرابلس. حدث مهرجان آخر في درنا، لكن مش تحت اسم المهرجان الوطني، تحت اسم مهرجان ممكن درنا، مهرجان ثقافي بدرنا، حاجة بهذا الشكل، في 86 على ما أظن. هذا في هذه الفترة نحن كنا مشاركين كفرقة أخرى اللي هي مسرح المدينة بعمل اسمه باب المزرعة، وحتى شارك مش في التقييم، كان على هامش المهرجان. وفي هذا المهرجان المرج فازت بست جوائز، فيه مسرح المرج فاز بست جوائز أحسن، يعني ممكن راحت يعني اللي ما تمش حصدها في هذا المهرجان هي جائزة أحسن ممثل وأحسن ممثلة، أما بقية الجوائز حصدت المسرح المرج، جائزة الإخراج، جائزة التأليف، نص اسمه رقصة البندول من تأليف وإخراج السيد علي ناصر، جائزة الإخراج وجائزة التمثيل، جائزة الإخراج وجائزة التأليف وجائزة الديكور وجائزة الموسيقى أظني والمناظر أو السينيغرافيا، يعني جائزة هنا حوالي ست جوائز لا تذكرن، لأن مدة من 86 أكبر جوائز خذها المسرح المرج في هذا وكان نص عالمي يتحدث عن قضية إنسانية، يعني الانتقال من المسرح المحلي، يعني مسرح المرج بدأ بالأعمال نقدر نقول سكتشات، الأعمال ذات الفصل الواحد، الأعمال اللي تعرض في الميدان في الساحة، الأعمال الصغيرة، الكتابة الركحية تنكتب في لحظتها وتمثل في لحظتها، إلى الأعمال اللي تطرح قضية زي الأعمال العربية والأعمال العالمية، حتى الأعمال العالمية بدأوا بمسرح المرج بأعمال عالمية لشكسبير وموليير وغيره من هؤلاء المؤلفين العالميين، وبعدين بدأ يحدد ملامح مسرح المرج، بدأ يكتب لنفسه، الكاتب أصبح من مسرح المرج والمخرج مسرح المرج، أصبحت الأعمال تطرح حتى قضية وطنية قومية إنسانية، إلى أن أخذتها المرئية التلفزيون، بدأ المسلسلات، يعني بينهم خالتي مشية الأستاذ فضيل بوعجيلة، وهذا خلاص صدى طيب، هذه المسرحية تحولت إلى تلفزيون، أصبح المشاهد الليبي يرغب في أن تتواجد هذه الشخصية وتحل العديد من القضايا، فقدمت على امتداد تقريبا عدة مسلسلات، يعني خالتي مشية، إلى أن الآن الحمد لله عندنا يعني مجموعة من المخرجين والمؤلفين تو الحمد لله، يعني المسرح خرج من إطاره كمسرح إلى الإطار التلفزيوني يعني أبعد. هذه الأعمال جزء من الأعمال اللي تحدثت عنها، يعني البداية كانت مسرح المرج بزحام ينقص واحد أو ناقص واحد، وهذا العمل كان بطولة الأستاذ أحمد الدحيلي، أحمد الدحيلي ومعاه الفنان الطفل في ذاك الوقت أحمد يوسف علي، دكتور تو حاليا أحمد يوسف، كان هو واخذ دور الطفل يعني، إلى جانب الفنانة الكبيرة حميدة رحيل، وهذا أيضا يتحدث عن قضية مواطن كادح في الحياة، يعني أعتقد الكلام هذا في 78 79،
لدينا قصة أيضا تحدث عن قصة شباب، يعني قصة شبابية، وحتى العمل نفسه لم يعرض في وقته، يعني ما تمش عرضه. عمل آخر اللي هو لقدر، قصة في إطار زي ما نقولوا نحن الصوب خليل أو العلاقات الرومانسية العاطفية في البادية ما بين شامخ وقسامي، حاجة بهذا الشكل، واللي جسدها الأستاذ سالم المقصبي رحمة الله عليه دور البطولة. وأيضا عمل في جانب في مسحة فكاهية يؤدي فيها دائما الأستاذ وطول في عمره الأستاذ رفع نجم بنغازي، وعمل ما بين بنغازي والمرج، يعني كوكبة كبيرة من الممثلين والممثلات، منهم الأستاذة سعاد خليل، وفيه المرحومة فاطمة عبد الكريم رحمة الله عليها زوجة الفنان إبراهيم الخمسي، هي شقيقة الفنان كريم الجبر وشقيقة الفنانة سعاد خليل. وهذا أيضا العمل هذا تم تنفيذه في منطقة المهدي، يعني أصبحت المنطقة هذه زي لوكيشن، دائما مدينة المرج تستقطب، إلى أن الأعمال تدخل فينا الطبيعة الجميلة، طبيعة الجبل الأخضر، حتى نحن نسوق عالميا نخرج من إطار العمل اللي هو داخل استوديو، يعني المصطنع، إلى العمل الخارجي والأعمال البدوية اللي تشد الانتباه. إضافة بالنسبة لي هذه الأعمال، سواء هذه ولا الأعمال الأخرى، بالتأكيد في الإطار الثقافي. يعني أنا لا أصنف نفسي إني كنت فنانا أبدا، ولا كنت إذاعيا ولا صحفيا. أنا كم من هذه الأشياء استفدت من هذه الأشياء حقيقة، يعني أنا لست خامة كبيرة، ولكنني مجتهد في هذا الإطار، وبالتالي الاستفادة كانت أكثر من النجومية. لا أبحث عن النجومية، ولكن أبحث عن تحديد ذاتي، تحديد الكينونة اللي أنا فيها. ممكن الآن وقفت في أن يكون باحث، وهذه أقرب لنفسي، أن يكون باحث في مجال التاريخ، في مجال الثقافة، وهذا يستهويني العمل البحثي اللي هو الآن أقف فيه أنا، استهواني كثيرا. ممكن استفدت من مسرح في إطار صقل اللغة، الاحتكاك، العلاقات، لأن المسرح مش مسرح في حد ذاته، المهرجان تكتسب علاقات أخرى أوسع، تلتقي بالفنانين في مجالات أخرى، في مجال الموسيقى. يعني دائما المهرجان المسرحي يكون على هامشة جلسات وأمسيات شعرية ولقاءات فنية أخرى، يعني حتى أن هناك قول مأثور دائما يكرر فيه في المهرجان، يقولوا المهرجان هو ما وراء المهرجان، المهرجان هو ما وراء المهرجان، وليس اللي هو يعرض على الخشبة، لكن ما وراء المهرجان هنا العلاقات الطيبة، هي الثقافة والاحتكاك. وهذا ما استفدناه نحن، التقينا بمقامات كبيرة، يعني اقتربنا، وخاصة في هذاك الوقت كانت رابطة الأدباء والكتاب والفنانين، يعني رابطة واحدة، بوتقة واحدة. فبالتالي تجد نفسك أمام الكاتب الكبير الأديب علي مصر المصراتي، الأديب الكبير علي فهمي خشيم، الأديب الكبير خليفة التليسي، الأديب الكبير أحمد إبراهيم الفقيه، إلى جانب القامات الصحفية اللي يترددوا شخصيات في مجال الصحافة، يعني كثير منهم الفنانين الكبار في الموسيقى، الأستاذ يوسف العالم رحمة الله عليه، الأستاذ سالم الزبير رحمة الله عليه، الأستاذ محمد حسن رحمة الله عليه. يعني كنا نحن صغيرين، ولكن هذه الأسماء تتحرك أمامنا، نلقوا فيه في كل مهرجان، حتى كل واحد، يعني هو مهرجان مسرحي لكن هم يغيبوش على المهرجان المسرحي، هم يكونوا متواجدين معنا، سواء العروض في مثلا في مسرح الحمراء في طرابلس قريب من الساحة أو ميدان الشهداء، ولا العروض في مسرح الشعبي في بنغازي، ولا في مسرح محمد عبد الهادي في درنة، ولا مسرح شيحة، ولا غيره. يعني هذه الشخصيات دائما ما تغيبش، وأيضا في مقرات الإقامة دائما متواجدين، حفلات الساحرة. المهرجان نحن ما لا نتلقى نظير أو مقابل مالي لحضورنا، ما اشتغلناش من أجل المال، يعني ما كناش نخطو فيه. ربما فترة جاء التلفزيون بدأ يعطي فيه استمارات إنتاج للفنانين، يعني لحد ما، لكن المسرحية، يعني نذكر مسرحية فجر كالرعد أخذت مبلغ في ذلك الوقت كان كبير، 2000 أو 3000 جنيه باش تدربين الملابس وتدربين الديكور بتاع الديكور بتاع المسرحية، لسفينة لمقر السفارة لبيت عربي، يتحرك الديكور على ثلاث مناظر أو ثلاث حقب أو أماكن، فمن أجل عرض يوم واحد، يعني استغرق أكثر من 3 شهور باش تعرض يوم واحد وتكفل أنت مسرحيتك وما تمش تصويرها، لأن زمان كان عيب أنك أنت تصور مسرحية
مثلا تحتاج الى الاضاءه المسرحيه، طبق عليه الاضاءه بحيث ان تصورها، فالاضاءه تكشف اشياء انت كمخرج ما تبينش ينكشفها للجمهور. تو عادي اصبح المسرح تطور حتى تغيير الملابس امام الجمهور ما فيش مشكله، يغير ممثل ملابسه ويغير باروكته ويغير لحيته قدام الجمهور ممكن امامهم عادي، وينتقل من شخصيه لشخصيه، امر طبيعي. لكن في ذاك العصر كانت الكلاسيكيه هي طاغيه، ما توريش تخليش الجمهور يحقق كيف غيرت حتى ديكور، باش تغير من مشهد الى مشهد اخر لابد يكون في اطفاء، طفي الضي بالكامل، الظلام تام. فنحن استاذ اشرف الاستفاده هو ما وراء المهرجان حقيقه، يعني الثروه اللغويه الحسنه الثقافه هذه هي اللي استفدناها، وبالتالي استعملناه وكل ذلك الجيل والاجيال اللي قبلنا والاجيال اللي ممكن بعدنا والاجيال اللي احنا جايلتنا كلها الحقيقه نقدر نقولوا اشتغلت في كل المجالات، يعني مش واحد تمحور في مجال واحد يعني. وبالتالي انا كانت نقلتي للصحافه لضرورتها، ضروره الصحافه يعني، وشغل ويعني وكان جاي بخر حاولت مع اهلي ومجال الشعر. الصحافه علاقتي بها كصحافه كصنف من اصناف الثقافه والادب، الصحافه كانت دائما نظرتنا هنا ان دائما الصحافه شيء حلم بعيد المنال امامنا، الصحافه البيروتيه امامنا الصحافه المصريه، فكان دائما الواحد يخاف انه يدخل هذا المجال يعني. وايضا في ليبيا كانت طفره صحفيه كبيره لفتره الخمسينيات والستينيات، كانت طفره صحفيه كبيره هائله جدا يعني، كانت مجموعه كبيره من الصحف وانا طلعت عليهم يعني في فتره دراستي الجامعيه، صحيفه الحقيقه في عصر الذهبي اللي كان رئيس محمد بشير الهوني ورشيد الهوني وصادق النهوم وخليفة الفاخري، هذه شخصيتها الكوكبة وأسماء أخرى، صحيفة الزمان، صحيفة الرقيب، صحيفة البلاغ، صحف كثيرة نحن قربنا يعني. في صحف حتى في فترة السبعينات كانت تصدر يعني، إلى أن تم تأميم الصحافة في 72 مع اختفت الصحف وأصبحت أمامنا صحيفتين، نتذكر تذكر صحيفة اسمها الجهاد في بنغازي وصحيفة اسمها الفجر الجديد في طرابلس، يعني كل هذه الصحف اندمجت في هذه الصحيفة اللي هي الجهاد في بنغازي وصحيفة الفجر الجديد في طرابلس، صحيفتين فقط. وبعدين بدأت تطلع منهم من ثوب هذه الصحيفتين صحف أخرى. بنغازي ما عادش في ثمان صحيفة، صحف كل ثمان يصدر من طرابلس في ذاك الوقت. ظهرت الأسبوع الثقافي، الأسبوع السياسي، الجماهيرية، مجموعة مجلات زي كل الفنون، مجلة الإذاعة، الزحف الأخضر فيما بعد في صحف لنا علاقة بحركة اللجان. نحن أنا بدايتي في المجال هذا المعهد اللي كنت نقرأ فيه معهد المعلمين، يعني في فترة موسمية دائما يصدر في مطبوعات ونشرات وصحف صغيرة. أتذكر من بين صحيفة اسمها ناصر كانت تذكر تصدر في هذا وفي صحيفة ثانية تقريبا اسمها الانتفاضة على ما أظن، كنت نساهم فيها ببعض المقالات يعني مشاركات. مرات يجونا نحن في الفصول شاركوا لابد تقدموا مشاركات، فمشاركات ادبيه مشاركات شعريه، فهنا بدات يعني اللمسه الاولى والارهاصه الاولى. وتم عندي انتاج في العاده كان ادبي، انا في الصحافه ما زالت شوي يعني ممكن بدات مع الشلال الادبي نكتب شوي خواطر وجدانيات خفيفه، فلابد بيشوفوا شنو وضحن احيانا نعرضها على واحد يشجعني كلام، لكن لابد من نشر. فكانت امامي صحيفه النهضه في الكويت 78، فكنت نرسل في انتاجي الى الكويت وتنشر لي هذه المجله في صفحه الاقلام الواعده، يعني الصفحات اللي لها علاقه بالاسماء الجديده وغيرها. فنذكر صفحه يشرف عليها الاستاذ عبد الله الشيتي هذا الاسم، واستاذ اخر اسمه عفيف جمال الدين، حتى اسم الصفحه كان عندي انا بذكر راح مني العنوان. هذه صحيح مجله متواجده اسبوعيه دائما جينا في المرج يعني دائما، وفي ليبيا كل مجله النهضه يعرفوها كلهم، وخاصه ظهور الطفره الصحفيه الكويتيه بعد حرب لبنان. الاقلام البيروتيه والصحافه البيروتيه انتقلت الى الخليج، ظهرت مثلا النهضه، مجله النهضه، ظهرت اليقظه، ظهرت المجالس، إلى جانب الصحف هذه مجلات، إلى جانب صحيفة السياسة وصحيفة الرأي العام وإلى آخر صحف هذه ممكن يوصل عندنا نقرأ فيهم. لا ننسى الصحافة المصرية بالتأكيد لها دور كبير يعني، أنا ذكرت الوالد في البداية كان يقتني في الصحف والمجلات وهو كان مشجع لنا دائما في العائلة. مجلة العربي لابد الشهرية يكون موجودة عندنا بهديتها، مجلة العربي الكويتية
كان حتى سعرها ما يزيدش عن 15 قرش او 25 قرش، وكان عن طريق الاشتراك فيها. يعني المكتبه في المرج قريبه في مكتبه السلفيوم، فيها السيد محمد البنغازين ومحمد ابراهيم العبيدي، هذه في الاقواس، سوق الاقواس في المرج القديم، هذه مكتبه المرج. فكانت كل المجلات يجنها، اخر ساعه المصريه، المصور، الكواكب، روز اليوسف، صباح الخير، المجلات المصريه تلقان في اللي يقول لك احيانا تستلم في المرج ولا بنغازي قبل القاهره. فالبدايه كانت بهذه الطريقه، خواطر وجدانيات بسيطه. لكن نقدر نقول ان بعدين لما ظهرت صحف البلديات، وهذه محطه مهمه جدا في الصحافه الليبيه، لان في عام 72 تم تأميم الصحافه، الحركه الصحفيه ما عادش في صحافه خاصه او صحافه يمتلكها اشخاص، رغم ان القانون ما تغيرش، القانون 76 اسمها 76 لعام 72 صادر 76 ولا زال قائما عند قانون المطبوعات، يتحدث عن صحافه يملكها افراد، صاحب الصحيفه، صاحب الامتياز، ما زالت هذه المسميات مذكوره وظلت على امتداد 42 سنه والى الان لم يتغير قانون الصحافه. تم المطالبه بتغييره بما يواكب الحراك الصحفي الموجود، ولكن ما تغيرش، هو القانون اللي امام المحاكم، وهو القانون اللي هو مسؤول عن الصحافه، ويرجعوا له حتى في اصدار اي قانون له علاقه بنشر صحيفه او باصدار صحيفه جديده. فظهور صحافه البلديات بدا بصحيفه الشلال في درنا، وصحيفه اخبار المدينه في بنغازي، يعني بدا بالصحيفتين. صحيفه الشلال تولى الاستاذ رحمه الله عليه محمد مصلي، محمد عبد الحميد مصلي، الله يذكره بالخير. وهذا الرجل في التقيت به في مهرجان درنا في 86، مهرجان المسرح في درنا، واعطيته بعض الانتاج الادبي اللي كان موجود عندي على اساس ينشره، وبدا بيني وبينه علاقه. انتقلت العلاقه من نشر الانتاج الادبي، الخواطر والاعمال الشعريه البسيطه والاعمال الغنائيه، الى اني انا اصبحت نكتب المقال الصحفيه، ويشجع فيها على اجراء لقاءات في المدينه، ما عندش مندوب هو، فبديت نحل محل المندوب تدريجيا، هو يدرب فيه على ان يكون بهذا الشكل. استقطبني الى هذا المجال الجديد، هذا الكائن الجديد. بديت نجد نفسي اني كل يوم نلتقي برياضي من مدينه المرج، من نادي المروج، ونرسل للصحيفة فنان، لقاء مع مسؤول، أصبحت مندوب لهذه الصحيفة، وتدرجت من متعاون إلى مراسل إلى مندوب إلى عضو تحرير في صحيفة الشلال، قعدت فيها فترة طويلة هذه الصحيفة. ومن هنا بدأت نقدر نقول محطة الصحافة، يعني إلى جانب صحيفة أخرى اسمها الجبل الأخضر في درنا، يرأسها الأستاذ يذكره بخير، الأستاذ الأديب القاص سالم الهنداوي، اسمها الجبل الأخضر، كانت تصدر عن المؤتمر الشعبي لبلدية الجبل الأخضر. ولكن هذه الصحيفة لم يتجاوز أعدادها ربما 14 عدد 15 عدد، توقفت، لأن صحيفة نص شهرية، ولكن أيضا حتى هي في إطار الصحافة النقدية، كانت صحيفة نقدية بمحطاتها، يعني كان عندها أبواب صفحات نقدية للمشهد اليومي للمواطن الكادح، يعني لابد تكتب في الإطار النقدي. توقفت هذه الصحيفة، حلت محل صحيفة أخرى اسمها أخبار الجبل، أو انتقلت الشلال من درنا، أصبحت تصدر في بنغازي في البيضة، باعتبار البلدية أصبح مقرها البيضة، والبلدية هذه مسؤولة من مرج لعن درنا أو حتى عن طبرق. صحيفة أخبار الجبل يترأسها الأستاذ، نحن ذكرنا أسماء، لابد أن نحترم كل الأسماء الثانية، الأستاذ محمد بوسويق، كان مع الأستاذ ناجي الحربي الأديب الدكتور ناجي الحربي، وهذه كانت صحيفة أيضا مميزة تصدر عن البيضة. وكانت أيضا كنت أنا مندوبها في فترة من فترات، نزود فيها بالأخبار والأنشطة في مدينة المرج، والنشاط اللي هو في كل مدينة المرج، إلى أن جاء قرار بإيقاف صحف البلديات، وحلت محل صحف الأندية، يعني طفرة جديدة صحف الأندية، اختفت الشلال، اختفت أخبار المدينة، اختفت أخبار الجبل، والصحف المنطقة الغربية كلها بمسميات مختلفة، الشط تقريبا في طرابلس. هذه الصحف حلت محلها صحف الأندية، كل نادي أصبح يدير صحيفة برغبته. فنحن تحركنا بما لدينا من كوادر من هذه الغرفة أو من هذا المكان إلى تأسيس صحيفة المروج الصغيرة، صحيفة المروج. فتحركنا في هذا الإطار بما نمتلك من تجربة بسيطة، خبرة بسيطة، وخذنا الترخيص اللازم من طرابلس في فترته، وجهزنا لها مكتب، وشكلنا لها لجنة
لجنة التحرير، كنت أنا مدير تحرير هذه الصحيفة، ووجدت احتضان من الجميع في مدينة المرج، هي صحيفة وحيدة، وأصبحت هي أيضا صحيفة خرجت حتى من إطارها الرياضي لإطار المجتمعي، تم تنشر مثلا في أشياء خدمة المواطن فيما يتعلق بربط الإقامة والتهاني والتعازي وتعديل العمر وغيرها من الأشياء اللي هم الهم المواطن اللي يعيشها المواطن، وخرجت حتى في الإطار النقدي، أصبحت هناك زوايا تتحدث عن قضايا الناس وهموم الناس اللي يعانوها المواطن المرجاوي في مجال قضية المياه، نقص المياه، قضية المرتبات التأخر في هذاك الوقت، قضية كل ما عانه المواطن في مجال في صحيفة المروج. استمرت 14 عاما لم توقفت، يعني لم تتوقف لأسباب مالية، أمورها المالية كانت جيدة يعني، والناس ملتفين حولها، النادي، إدارة النادي، الأستاذ رحمة الله عليه جمع ذياب في هذاك الوقت كان هو رئيس النادي، كان مشجع كبير لنا في حقيقة. ممكن نذكر أسماء، أنا نتوقف عند أسماء، كان الأستاذ إبراهيم حتيرة رئيس تحرير في هذاك الوقت للصحيفة، كان الأستاذ رافع معيطي هو المشرف الثقافي أو مشرف الصفحة الثقافية، الأستاذ أيضا أبو بكر عيسى تم استقطابه أيضا كان في الركن الثقافي، الأستاذ إدريس عبد الحميد كان هو الأستاذ يوسف ذوود في المجال الرياضي أقلام رياضية، كان الأستاذ مفتاح رمضان باعتباره خريجي الإعلام الصحافة كان موجود في الإطار الفني، كنا نحاول نهيئ حتى عناصر من بيننا أن يكونوا مخرجين ما عادش نعتمدوا على إخراج من خارج المدينة، كان الأستاذ صلاح مطول في الإطار الفني كان هو الفنان التشكيلي يرسمنا اللوحات والرسومات اللي علاقة بالجانب الثقافي أو صفحات ثقافية، يعني حتى ما ننسى الأستاذ إدريس بالقاسم أيضا كان معنا، الأستاذ محمد الجالي كان معنا فترة باعتباره كان أخصائي اجتماعي، هو وظيفة أخصائي اجتماعي وكان متولي الصفحة الاجتماعية، فهذه صحيفة بهذه المجموعة إلى جانب الأسماء الأخرى تكتب معنا، يعني هذه عبارة عن أسرة التحرير لجنة التحرير، لكن كان في أسماء متواجدة معنا يعني دائما أقلام طيبة من مرج ومن خارج المرج، استقطبت حتى أسماء من خارج المرج، وكان أول مخرج لنا الأستاذ حسين بلقيس فلسطيني من بنغازي، أول مخرج لصحيفة المروج، وكنا نمشي البنغازي ويأخذ منا النهار طويل، يعني نطلع من الصبح ونجوف الفجر تاني يوم جايبين الصحيفة نوزعها في الصبح على محلات التوزيع مراكز التوزيع، كنا طيلة هذه الحركة الصحفية يعني نتحدث عن أنفسنا بالذات عن شخصي، يعني أني لما تقاضى فلسا طيلة وجودي في هذا المجال على الإطلاق، وترأس التحرير ولا يوجد لنا مرتب نتقاضى، ولكن كانت هواية، كانت رسالة نأدو فيها لوجه الله ولوجه الوطن وخدمة المواطن في مدينتنا. النقلة الأخرى أيضا جاء قرار بإيقاف صحف الأندية كلها، يعني توقفت، أصدرنا 14 عدد، توقف صحف الأندية في محاولة لاستعادتها مع شفيق قرار بإعادتها، جت بعد 5 سنوات تقريبا فكرة صحف الشعبيات اللي هي امتداد لصحف البلديات، هنا أسسنا صحيفة المروج وكنت أنا مساهم رئيسي في إنشاء هذه الصحيفة، وجاءت مع ظهور حاجة اسمها شعبية المرج، كيان جديد يضم بلديات المرج والأبيار وتوكرة وكذا، هذه في فترة الأستاذ عمر رشوان كان هو أمين البلدية أو أمين الشعبية البلدية، أصدرنا صحيفة الأخبار المرج، يعني حتى أنا اخترت هذا العنوان لهذه الصحيفة اللي هي أخبار المرج، واستمرت هذه الصحيفة فترة طويلة، يعني استمرت من عام 99 استمراريتها صدورها 18/5/99 حتى 2011 حتى قيام الثورة، توقفت مع قيام الثورة. أنا توليت هذه الصحيفة على مدى 3 مراحل يعني أو 3 دورات، توليت رئاستها في البداية، وبعدين جاء عندي الجانب الدراسي لأني كنت نجهز للدراسات العليا، قعدت فترة وبعدين استمروا زملائي في هذه الصحيفة، الأستاذ إبراهيم مسعود، الأستاذ أحمد الزين من الأبيار، الأستاذ عاشور بوشوك كان موجود معنا أيضا، الأستاذ فتحي طاهر، الأستاذ فرج بوزيبيان، الأستاذ محمد حسن. استمرت الصحيفة بعدنا فترة ومروا عليها أسماء أخرى، الأستاذ عيد الشلماني والأستاذ فؤاد محمد حامد، واستمرت، وأنا جيتها في مرحلة لاحقة بعد الدراسة وفي مرحلة لاحقة إلى أن
قدمت استقالتي في 2008، غادرت المجال الصحفي باعتبار كان الجانب الأكاديمي ضاغط معش مكنني من المواصلة، فحل محلي للسيد طاهر القوارشة في 2008 واستمر مع الصحيفة حتى 2011. يعني هذه صحيفة أخبار المرج اللي هي نحن أسسناها في عام 99، وهي استمرار لصحيفة المروج، هي تعتبر امتداد صحيفة المروج، ولكن مساحة حديثة أكبر، هذه في إطارها الرياضي البحث أو الثقافي المحدود، لكن هذه صحيفة شاملة يعني تشمل كافة منصات المجتمع، صحيفة نقدية، واستقطبت أسماء كبيرة، استقطبت أصوات جديدة، أقدام شابة، أصوات واعدة، خلقت حراك داخل المدينة، مثلما الكلام هذا كصحيفة الشلال أيضا في هذاك الوقت أيضا استقطبت أسماء كبيرة في مجال القصة ومجال الأقلام المختلفة والمجالات النقدية، وظهر من ثوب الشلال يعني عديد الأصوات في مجال القصة القصيرة ومجال الخاطرة في كل المجالات. يعني المرج لها دور كبير. جاتني مرحلة لاحقة بعد ذلك في 2012 أني أعادت ناس، والأستاذ الفاضل رافع معيطي في عهد الأستاذ أحمد عياد كان رئيس النادي، أعدنا إصدار أو استئناف صحيفة المروج اللي كانت توقفت في عام 95، أعدناها من جديد وأصبحت تصدر بصورة شهرية اللي هي موجودة في هذا الدوسيه، 24 عدد يعني لمدة سنتين من عام 2012 حتى عام 2014. وبحكم أني أنا خرجت الدراسة في جمهورية مصر توقفت عن هذه الصحيفة، وخذت الصحيفة هذه في الطبعة الثانية أخذت الجانب التوثيقي أكثر من الصحيفة الأولى، جانب توثيق لألعاب النادي، التوثيق لشخصيات النادي، التوثيق للاعبين، لكل المنجزات التي حققها نادي المروج عبر عمره من عام 59. يعني نحن ركزنا جهد اهتمامنا أو جل اهتمامنا تركز على التوثيق، يعني ما عندناش ارشيف. نحن محاولتنا في هذه القاعة الكريمة، هذه القاعة الطيبة، قاعة المكتبة اللجنة الثقافية نادي المروج، كان الهدف هو أرشفة ما قدمه النادي، سيرة النادي بالكامل، لأن لا ننكر أن النادي له دور كبير في مدينة المرج، هذه حقيقة. كان يؤدي الدور الثقافي قبل أن نتعرف على الصحافة، وقبل أن نتعرف على الإذاعة، وقبل أن نتعرف على كل المراكز المضيئة أو المشاعر المضيئة اللي هي الآن تستقطب الاهتمام. كان النادي هو يمثل هذا الكل، النادي كان المرآة العاكسة للأنشطة، عندما يتحرك النادي يتحرك نشاط في المرج، هذه حقيقة. في المجال الرياضي معروف في كل الألعاب، النادي في كل الألعاب، يعني أيضا المجال الثقافي، أيضا المجال الاجتماعي، يعني يؤدي رسالته اللي موجودة داخل هذا الشعار نادي المروج الثقافي الرياضي الاجتماعي.